نتحدث عن زيارة الرئيس الفرنسي الحالية لمصر، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين الرئيسين شهدت تبادل وجهات النظر بشأن تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء مستجدات الأعمال العسكرية المتصاعدة في قطاع غزة وتداعياتها الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين الرئيسين شهدت تبادل وجهات النظر بشأن سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء مستجدات الأعمال العسكرية المتصاعدة في قطاع غزة وتداعياتها الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.